ما كانش صعيب، احنا المنافسه تكون تصب دائما في صالح في صالح الفريق اللي نلعبوا فيه. الان نفرحوا مع التيتر تاعنا، وكي نروحوا للراضي الجعيدي ان شاء الله نحكي ونشوفوا شكون. ايام من مباريات كاس العالم، هل هذا اللقب يجعلكم تطمحوا في الاحتفاظ بالكاس؟ بون رضوان خويا خلينا نفرحوا شويه من بعد نولوا لابريسيون على بال احنا ديجا لابريسيون. لا قلت يعني هذه في صالحكم اكيد، في دوره الدوتيت اكيد اكيد. بريسيون تزيد علينا، بريسيون زيد زيد سي سي زيد علينا بريسيون تاع مرشحين دائما اللقب. احنا الجيل هذا كسوسوا ولا ابريم ولا اي لاعب يكون في المنتخب يقدم الغالي ويقدم نفيس باش يفرح الشعب. بدران اخر ماتش عملته مباراه شرف في التوانسة، في المباريات الاخيره من طرف كثير من المحللين، واش شرف كبير لي انا، واش نقدر نقول لك اكثر من شرف كبير. الى نتقارن بلاعبين كيما مغاريا كيما يكون شرف كبير لي، نتمنى اني نعمل ولو قليل من الكارير تاعهم ان شاء الله. بدران في الاخر عملته مباراه شرف في التوانسة، اكيد خاوتنا التوانسة خاوتنا عادي بعد المقابلة عادي، ما في المقابلة صحيح انه تكون فيه دي كونتاكت يكون فيه دي يكون فيه سوء تفاهم، لكن مقابلة كرة قدم بعد تخلص مقابلة كرة قدم انا خاوتي بالرمضان خويا بن حميدة خويا. قلت لهم بعد الماتش؟ قلت لهم انت درتوا كرون تورنوا تستهلوا تكونوا فينال، قدمتوا مقابلة كبيرة اليوم اللي ميركي كان.